طيب طبعا انت انقذك الله من اسئله الشباب، لكن خلينا نشوف اسئله الجمهور، ايش رايك؟ ما عندك مشكله. لو سمحت ياسر عرض لنا اول تغريده. قريت السؤال؟ جاوب. سنين. تحتاج سنين؟ برضو هذه إجابة قد سمعتها في حلقة قبل، أنك تحتاج سنين عشان تطلع اللي عندك. صحيح. تذكر أني سمعت هالإجابة دي، كانت في حلقة من؟ والله ما والله أني أذكرها يا أخي، نفس الإجابة كان يقول مو بيوم ولا شهر ولا منه؟ والله ما أدري، سبحان الله، يعني توارد اللي بينك وبين الشخص اللي كان يجاوب نفس الأجوبة عجيب. لذيذ. مدري والله ظاهر عبد العزيز، بس توارد الأفكار بينكم عجيب مرة. خلينا نشوف التغريدة اللي بعدها. ممكن تكون قوي وتجاوب، ممكن تكون شجاع وتجاوب. أنا شجاع. لا، من اليوم دبلوماسي يا أخي. سام؟ من اليوم دبلوماسي، والإجابات الدبلوماسية تشعرك بالملل. لأن كل المحيط يعلم أنها إجابات دبلوماسية وغير صادقة. ممكن أجامل هنا بالبرنامج؟ إيه. لأنها فترة بتروح. وأنا ودي أطلع وأنا كاسر أحد ولا غلطان على حد ولا يطلع بالشيمة. يغلطون عليك؟ ايه. كيف الجازية؟ ما جازية، هذا فعله وفعليا الله يستر عليه. مرد فترة. أكثر شخص أخطأ عليك في البرنامج بدون ما تقول اسمه؟ ما نبقى رسام. أكيد. وش حاب تقول للحين؟ الله يستر عليك. تجلس أضحك له؟ ما راح أشوفه. إلى أي مدى وصل الخطأ عليك؟ أنا والله العظيم إني أنظر إلى الخطأ في 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 ابتسامتك وفي وفي حيرة دموعك في عيونك. دموع؟ والله العظيم إني أنظر إلى الخطأ إنه خطأ موجع. الأمر طيب، ما في شيء يأثر أصلا، لو خطأ. ليش ما تثأر؟ ها؟ ليه ما تثأر منه؟ ولماذا؟ لأنه أخطأ. طيب وإذا رجعت وغلطت عليها أنا، وش استفدت؟ الإنسان هذا بيروح. كم شخص أخطأ عليك يا حاتم؟ أكثر من شخص، ما أعرف غير عدد. وش دافعهم إنهم يخطون على حاتم؟ ليه؟ ممكن يطيحون من شوي، لكن ما يقدرون. تحت البث يحاولون يهدون حيلك. مو لازم تحت البث، يمكن حتى البث. لكن مهما حاولوا صامت لا تسيل. طيب نشوف التغريدة الثالثة. هذه شخصية حاتم، ماني متقمش شخصية ولا شيء، أنا إنسان خلقه هادي، هذه شخصيتي ولا اللي بالمشاكل،
إنسان ما وصلني أنا ضرر ولا وصل أهلي ضرر، فليش أدخل بالمشاكل؟ يا أخي متى بتطلع الوحش اللي في داخلك وتوقف كل واحد عند حده؟ وليش؟ عشانك ما أنت بالجدار القصير اللي كل من مرة تمر. سم؟ عشانك ما أنت بالجدار القصير اللي كل من مرة تمر. ما حد يطمر. ترى مشاكل وسب وكلام هذا ما يخليك رجل شجاع ولا وحش على قولتك. بس الصمت يخلي الناس تتمادى. لا، الصمت مو بكله دائم صمت البريء، صمت الحكيم، أحيانا يكون صمت الجبان. طيب يمكن كلمة تغير موازين. مو بلازم كثرة الكلام ترى. تدري إنك ترى كلمات أفضل من كلام واجد. تدري إنك يعني بكون معك صريح، بكون لسان اللي يحبون حاتم الحرب. تدري إنك قاعد تضرب نفسك ولا لا؟ لا. هذه مشكلتك، إنك ما تصدق أحد إلا نفسك، ونفسك تكذب عليك. نفسي صادقة مع نفسي. أنت كنت قوي في فترة من الفترات في البرنامج. ولا الحين قوي. وللحين إن شاء الله قوي، لكن بدأ تأثير الأشخاص اللي يخطون عليك سواء تحت البث ولا فوق البث، بدأ إن حاتم خلاص يهدأ ويمشي جنب الساس، ما يبي المشاكل. لا لا. هذا شيء أثر عليك. لا ما حتى أثر. في أي مشهد يتصدرون الأقوياء نشوف حاتم متواري عن الأنظار. ما بلازم أقوياء، يمكن الناس تبحث عن كاميرا. ليه ما تبحث عن الكاميرا؟ شبيب الكاميرا بالمشاكل. أنت جاي هنا عشان الكاميرا. أجي عشان الكاميرا بس ما جاي عشان مشاكل. في فرق. لا جاي عشان مشاكل ولا جاي عشان كاميرا. يعني البيئة هذه ما تناسبك حاتم. لا. أنت تبغى بيئة هادية. بيئة تشغل عقلها، بيئة تفكر. بيئة طيبة، مسالمة. أنا أبي ناس تقدم شيء حلو. ما أبي مشاكل. ليش مشاكلكم زايدة؟ ما هي بزايدة. بالعكس. أنت جالس تتناقض في نفسك. أنا أقول في بعض الأحيان تكون في مشاكل أنا ما أدخل فيها. ليش؟ أنا ما أبي المشاكل ولا أبحث عن المشاكل ولا أبحث عن الكاميرا وقت المشاكل. لو بحل المشاكل بحلها تحت الكاميرا. قد حليت مشكلة؟ إي. وش كانت المشكلة وكيف حليتها؟ مشكلة شخص ما أقدر أقول. كيف حليتها طيب؟ تواصلت مع الإدارة وحليتها. يعني أنت واصلة كلمتك مسموعة عند الإدارة؟ لا، بس الإنسان هذا كان شوي خايف ولما كان ودي يقول. كنت أنت ال حلت مشكلته بس. أنت متى تقول لا؟ ما أقول لا.